أتمنى لهم مشاركة أفضل العام القادم. الآن بانتظار طبعا فريق العمود في هذه المباراة حكام المباراة في أرضية الميدان. بدأ العد التنازلي للدقائق لبداية المباراة الأخيرة في الدورة التمهيدي. شكر كبير طبعا لفريق الأمير عبد العزيز بن سعود على هذا التواجد، على هذا الحضور في هذا المساء. اندل دليل كبير جدا على الوعي الكبير الذي يملكه رئيس الفريق صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود، والتقدير الكبير والاحترام الكبير. وهذا عمل لا يفعله سوى فريق له خبرة وله أناس خلفه ورجالات يقفون وراء هذا الفريق. شكر 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 جزيل صراحة. يا سلام
على بعد ثواني معدودة لصافرة نهاية هذه المباراة التي شاهدنا فيها هجمات جميلة جدا وفرص ضائعة من اللاعب التركي أحمد مبروك. طبعا بلا شك انتصار لفريق الأمير بندر لفريق الأمير عبد العزيز بن سعود مع الجولة الأخيرة هنا في هذه البطولة مع المباراة الأخيرة في الدورة التمهيدية الثانية السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية الأولى. هنا نهاية لهذه المباراة ولأحداثها ونهاية لهذا الدور التمهيدي الذي انتهى بهذه الصافرة من قبل الأستاذ سلطان العكيري الذي يشكر هو وحامد الأحمري ومحمد الغامدي، شكر كبير على تواجدهم في هذا اليوم. نلتقي إن شاء الله في لحظات
الدور نصف النهائي هنا في هذه البطولة. قبل ذلك نود أن نقدم شكر مرة أخرى للفريق الأمير عبد العزيز بن سعود على تواجده في هذه المباراة. شكرا للجميع. So for those of you following the live stream right now, what happened is the Al-Mudiyah team did not show up. It was a no-show. So the team of Prince Abdulaziz bin Saud, their team has won as if they had 3 goals. That is how the score will be counted for them. Have a good night.